منو احمد تقولي ما ايش رايك في موضوع حذف بلقيس حق كلب حقير الشوك؟ والله هي شافت كذي انها تاثرت، لان على حد قولها انها قالت ان في واحده ابوها شهيد تذكرت وهذا وتالمت، وهي تالمت لالم البنيه وحذفته رغم ان المشاهده تفوقت على يعني طافت المليون. هي لها وجهه نظر، انا ما ادري احسه شو وجهة نظري حقي، لأن أنت لما تسوي شيء إعلامي من حق كل واحد يقول رأيه. منو أحمد تقولي ما إيش رأيك في موضوع حذف بلقيس حق كلب حقير الشوك؟ والله هي شافت كذي إنها تأثرت، لأن على حد قولها إنها قالت إن في واحدة أبوها شهيد تذكرت وهذا وتألمت، وهي تألمت لألم البنية وحذفته رغم إن المشاهدة تفوقت على يعني طافت المليون. هي لها وجهة نظر، أنا ما أدري أحسها شو وجهة نظري حقي، لأن أنت لما تسوي شيء إعلامي من حق كل واحد يقول رأيه.